عندك بالنقطة الطبية، سألي عن هذا الشاب اللي مبيت هناك زكاتك. شلون شلون؟ نيروب باتجاه حلب، طلع من مطار شعيرات باتجاه نيروب. معقول 10 واحد؟ معك معك يا ابن عمار. كرر كرر. علم علم يربي علم، الله يعطيك العافية علم. مروحة برامين من حماه بالتسلق من المطار. مروحة من حماه. مروحة من حماه يا شباب. مروحة برامين بالتسلق من مطار حماه. بنرجع بننوي انه اللي عم بيقولوا انه قصفوا مطار الشعيرات واخرجوه عن خدمه ودمروا كل طيروته، مطار الشعيرات ما زال ضمن العمل، ضمن قتل المدنيين وضمن تدمير المناطق. الحربي نفسه اللي هو كان رمزه قدس واحد، اليوم طبعا امبارح اقلع كمان الساعه تقريبا 4، امبارح كان 10/4/2017، امبارح اقلع تقريبا الساعه 5 الا المساء، اجى نفذ على مدينه صوران بريف حماه الشاميلي. اليوم تاريخ 11/4/2017، طلع الساعه 1:43 دقيقه من مطار الشعيرات واتجه باتجاه منطقه صوران، رجع ثاني طلعه. اليوم هو نفسه الطيار نفسه اللي نفذ المجزره على مدينه خونشيخور، اللي اسمه محمد يوسف حصوري من مدينه تلكلف. اليوم اقلع الساعه 2:55 دقيقه واتجه باتجاه الجنوب باتجاه دمشق، نفذ على القلمون او باتجاه الغوط، المهم اتجه باتجاه دمشق. الحربي نفسه اللي نفذ غاز سيرين على مدينه خان شيخون ما زال موجود بمطار الشعيرات، ومطار الشعيرات هي حربيه هلا اطلعت من مطار الشعيرات عم تشتغل بريف حماه الشمالي. نيروب يا عامر، الحربي عم يهبط في النيروب، دوين رقمه واسمه. مسجل ابو احمد مسجل. تمام يربي توكل على الله. مطار حماه هبطت في حماه، مدري شو نزلت في المطار ورجعت اقلعت من مطار حماه باتجاه مطار اللاذقية. في شيء في مطار حماه غير طبيعي يا شباب، على الاغلب في ترحيل للطيارات او عم يرحلوا شيء مهم في قلب مطار حماه. طلع من مطار النيرب يربي، حرب رشاش طلع من النيرب والعمليات مضيعين وعم ينادوه ما عم يرد عليهم، بقى احكي لنا مع مدرسة حلب بلكي ان شاء الله بيكون وقيع. 121 اقلع لها من مطار حماه، حربي من حماه. حربي من حماه يا شباب، 121 اقلع من حماه، حربي من حماه. كده عم يطلع بيقلع من مطار. اتجاه الشمال، ريف حماه الشمال، انتبهوا الحربي وجهته شمالا. حربي حمص 22 باتجاه الشمال. الحربي باتجاه الشمال يا شباب، سوخوي 22 من حمص وجهته شمالا.